والرجوع على مشروع هذا. نفض المنظومة القديمة بمكوناتها بعدد كبير، حتى الأجسام الوسيطة ما عادش عندها دعم. معناها شنو اللي قاعد تلوم عليه الناس اللي تحكي فيها؟ كان غدوة تصير انتخابات رئاسية مبكرة اللي طالب بها جزء من المعارضة، يترشح قيس سعيد هو اللي باش يفوز. احنا ما نطالبوش اولا بانتخابات رئاسية مبكرة، انا نحكي جزء ده سنين جزء سنين من المعارضة بطبيعة الحال. فيش قاعدين اليوم شوية خلينا نحطوا سكينة يا زينة على يا زينة، راهو الشيء هذا عمل عليه رئيس الدولة فوض امر يهديك. لا لا شبيه ربي هو، انتوما تحكيو في كلام راهو في قيس سعيد. لا لا هو بشر يخطئ ويصيب، عنده مشروع جزء من التوانسة عجبهم وجزء اخر من التونسيين والتونسيات ما يعجبهمش، ومن حقهم باش يدافعوا على مشاريعهم اللي تفيد البلاد. خليني نكمل لك الساعه، استناو الانتخابات واستناو الاجسام الوسيط. جبت لي كلمه الاجسام الوسيط، راهو عمل عليها رئيس الدوله لتدفئه العمل الحزبي والعمل السياسي. راهو رئيس الدوله وقت فشلت حركه النهضه فشل كبير، هي والحكم معاه 13 سنه، الفشل هذاك استعمله رئيس الدوله كان جاهزا على طبق مفضل باش يحسم او باش يهمش على الاجسام الوسيط. ما في الاحزاب السياسيه، ما فماش ديمقراطيه في البلاد، ما فيش بقيه الاحزاب تتبنى على الاحزاب الا على الاحزاب السياسيه. نعم ما فماش احزاب اخرى فشلت، ما فشلتش الاحزاب الاخرى، الاحزاب اللي حكمت ما خلتش اليوم اللي حكمت تو تحكم علينا الحزب الاشتراكي، ما حكمتش وما حطيتش حتى معتمد حتى والي. كيفاش تحب لي تقول راك فشلت؟ انت جربتني في الحكم، شفت برامجي، انا مع الاسف الشعب ما انتخبنيش، مانيش معناها مش نكون راني كبير على الشعب، لا الشعب التونسي ما عطاش تيقضوا فيه. المره الجايه باش نعمل بكل ما اوتيته من قوه مع الناس اللي تشبه لي، مع الحزب اللي قريبه مني وعنده مشاريع مجتمعيه تقريبا مشتركه، باش نخدموا مع شعبنا باش ينجم يعطي فيه ثقتنا في الانتخابات الجايه، سواء كانت رئاسيه ولا برلمانيه ولا بلديه ولا جهوي. اليوم مع الاسف نخدموا باش نكونوا هالقوه اللي كنت تحكي عليها من الاول، باش الشعب التونسي راه قوه يعطي فيها ثقته وينجم في وقت من الاوقات يمشي معاه باش ينتخب. هذا هو.